انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. انا مثلا سافرت الخليج اشتغلت بره 5 سنين في وزاره التربيه والتعليم. انا في ال5 سنين دول من بدايه ما دخلت على طالباتي انا كنت بدرس طالبات كبار رغم ان انا صغيره بس كنت بدرس طالبات كبار. انا من بدايه ما بدات عملي من اول حصه ليا في العمل وانا دخلت كل عملي باللغه العربيه الفصحى ولا اقبل الاجابه من طالباتي الا باللغه العربيه الفصحى. احنا لازم نحافظ على اللغه لان دي لغتنا الجميله. قد ايه اللغه العربيه في منتهى الدقه. عندك مثلا كلمه يو في الانجليش يعني انت. يو دي تقابلها في اللغه العربيه انت وانتي وانتما وانتم وانتن. صحيح. عندنا الضاد مش موجوده في الانجليش. عندنا الغين اللي بنكتبها في الانجليش جي اتش. الثاء ده حرف والذاء ده حرف بيكتبوا الاثنين تي اتش في الانجليش. انا واخده كورس انجليش فعارفه الحاجات دي. كمان انا من حبي في اللغه العربيه كنت بحب ان انا اقارن. اللغه العربيه اكثر اللغات جمالا ودقه وكفايه ولازم لغه القران الكريم طبعا يعني ولازم دايما ان احنا نحييها في نفوس ولادنا. صحيح. زي ما بنعلمهم بالانجليش من الصغر لازم كمان نعلم اللغه العربيه. صدقيني اللغه العربيه جميله جدا وسهله جدا والنحو لذيذ جدا جدا جدا. ولكن احنا التاسيس لو من بدايه التاسيس بدانا صح هنمشي بعد كده كل حاجه صح. صحيح. انا باكد على كلامك. واللي بيحببك اكتر في الماده او في اللغه العربيه والنحو تحديدا المدرس. يعني لو كان المدرس انا شخصيا كنت الله يمسيه بالخير بقى المدرس بتاعي كان بيبسط النحو ده بيعمله لنا كانه يعني ايه بازل كده حاجه بنقعد نفكر فيها حاجه بنستمتع لما بنقوم بيها وبنحلها وبيبسط لنا المعلومه. هنكمل كلامنا عن مدى اهميه اللغه العربيه وانا حابه استفيد من ان انت مدرسه في اللغه العربيه وان احنا بدل بقى الفرانكو عرب والحاجات الغريبه دي والفرنجه اللي احنا فيها احنا جماعه مصريين احنا عرب نعتز بلغتنا الجميله ده اجمل شيء. طب تعالي نسمع حاجه ونرجع نكمل كلام. نقول بسم الله.